حبيبتي؟ دخلت ليه يا حسن؟ مفيش، قابلت وليا هنا اسمها اعتماد شبه الهدهد كده طالع لها بتاع. طب بقول لك يا حسن، ايه؟ ما تيجي نسيبنا من عيد ميلاد ده ونروح على البيت. لا بيت ايه هنا احسن، مش هروح البيت انا. حسن انا مراتك يا حسن. ما انا عارف ان انت زفتتي، انا مش قادر اتخيل وربنا ما قادر اتخيل ازاي يا حسن بتعملي لي كده. وايه الوقفه اللي انت واقفاها دي؟ مش قادر اتخيل سيد صاحبي حبيبي كنا بنلعب مع بعض على القهوه يعمل عمليه ويقلب ويبقى مراتي ازاي؟ ازاي؟ ليه؟ ليه ابو السيد كده؟ في ايه؟ في ايه يا حسن مالك؟ في ايه يا ابو السيد؟ انا مش عارف اتعامل معاك، كل لما اجي اقرب عشان ابوسك الاقي الشنب طلع. الشنب اللي هو بتاع احمد عبد العزيز العريض ده. اقرب عشان ابوسك الاقي دقن طلع. اقرب عشان ابوسك الاقي مش هينفع يا سيد. وربنا ما هينفع. حسن انا عملت كل ده سنسنتي عشان بحبك عشان اعرف اتجوزك. انت فرحانه وبتتباهى يا سيد بايه؟ يعني انت لو عجبك كلب في الشارع هتقلب كلب عشانه؟ طب انا بحب السحاله هتقلبي سحليه؟ على فكره يا حسن انت مقصر معايا قوي الفتره دي. لا انا مش مقصر، مش لسه جايب لك امبارح مكنه جيلت عشان تحلقي دقني؟ انا قصدي ان انت ما بقتش بتعمل لي حاجات حلوه زي الاول. لا يا اختي بعمل لك حاجات حلوه زي الاول. بعمل لك، مش انا اصلا قالب راجل عشانك وعشان نتجوز؟ مش عارف انا ايه الهم ده يا رب، ما انت كنت راجل وانا كنت ست وزي الفل وعسل عسل، ليه نقعد نتشقلب عند الدكاتره؟ طب بقول لك ايه، جبت هديه لبنت زينب؟ اه جبت لها ايه؟ جبت لها ايه؟ جبت لها خاتم ذهب زي السبوع كده. ايه؟ ده كتير قوي. لا مش كتير ولا حاجه، ده خاتم عبيط ب 5000 جنيه. طب بقول لك ايه، بكره تجيب لي خاتم عبيط زيه بفص اهبل. اجيب لك خاتم عبيط بفص اهبل من واحد بيستهبل، حلو كده؟ حلو يا اخويا. يلا اتفضل يا سيد. اتفضل. ثانيه واحده يا سيد، ثانيه واحده. ليديز فيرست. محمود انت فين يا محمود؟ اوعى. يا محمود انت فين يا محمود بقى؟ يا راجل بس بقى انت فين قول لي. انا اهو اهو محمود. انا اهو. قفشتك يا بنت اللذينة. يلا فكني بقى. لا مش هفكك، فكك مني. لا فكني يا محمود، انت اللي عليك الدور، انا قفشتك. ما هو احنا الصراحة ما بنلعبش. امال احنا ايه؟ انا ربتك عشان انت عينيكي وحشة وبتحسدي. ايه؟ انا بحسد يا محمود؟ اه. بتقول على مراتك حبيبتك ان هي بتحسد يا محمود؟ اه. محمود فكني يا محمود بقى. لا مش هفكك. عشان خاطري فكني. عليا الطلاق منك ما هفكك. انت بتحلف بالطلاق يا محمود؟ وطي صوتك عشان صحابات الفيلا. فيلا؟ هو احنا في فيلا؟ يا ريتني ما اقول. يا لهوي، ده الملك والملكوت، دي الفيلا في المنافلة، والمحشي استوى في الحلة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البرواز الجامد قوي ده؟ مش مشكلة. شفت؟ بصي البقيتة دي باظت، دي كريستال عصفور. الحمد لله لحقتها. مش مشكلة، اللي وراه اجمد منها. اللي وراه مفيش كلب. ما لحقتهاش. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ ايه ده، هما بيقعوا ليه كده يا محمود؟ في ايه؟ بيقعوا ليه ده؟ انا هقول لك ثانية واحدة لحسن الناس هيطردوني. ثانية واحدة. في ايه يا حبيبي يا بس؟ يا نهار اسود. ايه؟ استني كده، مفيش حد هياخد باله. لا يا ولية حرام عليكي، بطلي حسد، عينيكي مدورة ومقورة. حسد ايه يا حبيبي؟ الكلام ده كان زمان. بص انا افهمك. قول. انا بنت خالتي زمان كانت عاملة لي عمل، اكمني الرجالة كلها كانت بتلف ورايا انا وسايباها هي. فقامت عملت لي عمل، كل ما ابص لحاجة اقسمها اربع تربع، بس الحمد لله اتحسنت دلوقتي. ايه ده اتحسنت ازاي؟ ابص لحاجة في لقها اتنين. ده انت اتحسنتي جامد بقى. اه طبعا. اتطورت قوي. ايه يا حبيبي في ايه؟ دي فيلا. ايه يعني برواز وقع ولا فازة وقعت؟ ده لسه في جنينة وفي بسين. البسين اتخرم. البسين اتخرم. خرمت البسين؟ خرمت البسين؟ وبتعملي كده؟ ده انا اللي مرعوب منك. انت بتعملي كده؟ ايه الطيبه اللي في قلبك دي؟ ثانيه واحده. ايه؟ الحمد لله ان الحاجات دي كلها جت في جماد، اهم حاجه البشر. فانا عشان خايف على البشر. اه ثانيه واحده.
ثانية واحدة يا لهوي عليا، ثانية واحدة البتاع مسك في بعضه. الله يخرب بيتك حتى أنا احتزت. البسي يا حبيبتي. إيه ده؟ الله، وثانية هروح أجيب خطاط واجي. ليه؟ هكتب هنا العين فلقت الحجر، وورا هكتب الأميرة منى والأمير حسن ما تسوقش بسرعة يا بابا. هو أنا اتيوبت يا محمود؟ في ايه اللي انت بتقوله؟ انت مجنون يا محمود؟ يا حبيبتي انا خايف على صحابات الفيلا والله. صحابات فيلا ايه وكلام فاضي ايه بس اللي انت بتقوله ده؟ هي دي زينب؟ لا لهوي، بص شعرها يا محمود. لا دي شعرها لحد هنا، دي بتلف بيها نايمه دي ولا ايه؟ دي عامله زي البنت اللي بتطلع في اعلان دبر أملة. آه حقيقه حقيقه حقيقه. ايه يا يهوي دي اللي بتطلع في دبر أملة؟ دي بقت جابر أملة. يلا ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ مالك مالك؟ قص شوية يا حسن. ماله قص شوية؟ قص شوية حيقي شعري. ايه؟ قص شوية حيقي شعري. قص شوية حيقي شعري؟ ده حيقي شانك مش شعري. الحق بتقول لك قص شوية حيقي شعري. يا حيوم يا يهوي يا خيوبي يا خياشي يا يهوي عيا حرام عليكم ويوي. ايه يا جماعه في ايه؟ حرام عليكم. بقول لك ايه، تعرفي تقولي ارنب انور في منورنا وارنبنا في منور انور؟ تكلفه ايه؟ اه معلش ده من وانا في حضانه دي معرفون منها. ماشي خلاص، بلا ارنبنا بلا انور بلا. ماشي اسمعي واحده سهله وبسيطه. امر امير الامراء بحفر سفينه في الصحراء، كم راي في ذلك؟ يا جدعان حرام عليكم، انتوا بتعجزوها. الولايه لدغه في الريها، هنقتلها. بقول لك ايه، قولي بابا جاب لي حصان اتمشكحبه، لو ما اتمشكحتبوش مين يتمشكحبه؟ دي اسهل وما فيهاش ريه. لا 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 لا، قولي قفص بصل وقفص عصب. قفص البصل رفص، قفص العصب رفص، يقدر قفص العصب يرفص، قفص البصل رفص زي ما قفص البصل رفص. اختار انت بقى واحده من كل الحاجات دي. قول شايبه اصبر، ده بيقع بيقع. ركبي شعي مستعاي. خلاص يا زينب دي حته صغيره، تعالى انا اعملها لك. بالراحه بالراحه يا زينب، بالراحه سايل، بالراحه الوليه يا سايل. تعالي يلا يا زنوبه. بقول لك ايه يا زينب، اتفني البتاع اللي وقعت دي عشان ما يطلعش امل ويقرفنا، مش ناقص قرف. حرقت شعر الوليه؟ ايه الطيبه دي يا بنت دي؟ ايه الطيبه دي؟ هو ده مش واكل خالص؟ مش جايب؟ ثانيه واحده، خطه البديل يا رب. ها يا رب ده يجيب نتيجه. ماشي والنبي ما تبصش لحد. حاضر ثواني نشوف بقى الناس بقى سحابات الفيلم. ماشي سلام عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك يا مراد بيه، انا فرحان وسعيد ان انا جاي عيد ميلاد حضرتك. اهلا وسهلا. ملحوظه بس، انا مش مراد بيه. اه انت من الناس اللي ما بيحبوش التكليف والحاجات. ماشي يا مراد، انت راجل مهزأ. بقول لك انا مش مراد نفسه، مش